يحتوي البيان نتائج المؤتمر، التوصيات وبعض الملاحظات، ويرجى مراجعة البيان. حسب تقييمنا النتائج إيجابية جدا، وسنقوم بدراسة هذه النتائج في وقت لاحق. طبعا لا يفوتني أن أعبر عن جزيل الشكر للحكومة القطرية وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني على استضافة هذا المؤتمر الهام، وكل الشكر أيضا للجنة الوطنية برئاسة الأخ الدكتور علي المري وعلى إشرافها المميز منذ صباح الأمس ومنذ افتتاح المؤتمر. بطبيعة الحال إذا في هناك أي تساؤلات سنقوم بالإجابة عليها. أولا فيما يخص نتائج المؤتمر، طبعا مثل ما ذكرت قبل قليل سنقوم بدراسة هذا البيان الختام الهام، وطبعا مثل ما أشرنا في هناك توصيات وجهت إلينا، وفي هناك توصيات وجهت إلى جميع الدول العربية التي شاركت في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى طبعا بعض المؤسسات والمنظمات الإقليمية مثل طبعا جامعة الدول وغيرها. نعتقد أن هذه الوثيقة ستصبح نقطة الانطلاق لصياغة الاستراتيجية العربية التي بدأنا طبعا بدأنا العمل فيها مع زملائنا في جامعة الدول، وإن شاء الله بعد ما تتبلور الأمور أكثر سنتواصل معا وسنوضعكم بالصورة بالنسبة لهذه النتائج. كان في هناك سؤال عن بعض القضايا الانتهاكات التي نواجهها في العالم العربي ودور المفوضية. أولا إذا بتسمحوا لي أن أعلق على سؤال وجه إلي بعد اختتام المؤتمر. سأل زميل لماذا لم نجد في البيان الافتتاحي يعني ذكر أسماء بعض الدول التي تعاني من هذه النزاعات، يعني مثلا ما ذكرت سوريا، ما ذكرت اليمن. حقيقة يعني حقيقة طبعا هذا واجب علي وواجب علينا كمفوضية أن نعلق ونعلق يعني باستمرار حول هذه القضايا، وعندما نرى انتهاكات جسيمة ندين هذه الانتهاكات، وجرت العادة أن نطلب بإحالة هذه المسائل إلى محكمة الجنائية الدولية، على الأقل لنضمن يعني محاسبة أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم بحق المدنيين. سبب يعني ما هو السبب بالنسبة لعدم ذكر أسماء الدول؟ طبعا ضيق الوقت، والهدف من وراء عقد المؤتمر البحث عن كيفية تعزيز التعاون ما بين المفوضية والدول. ويعني لو فتحنا المجال للبحث عن كل قضية ودخلنا بعمق، يعني طبعا صعب أن نختتم هذه الجلسات خلال يومين. هذا الأمر طبعا يتطلب وقت كافي، ويعني أنا خدمتم في مجلس الأمن، ويعني مر علينا شهور
ويعني من خلال المناقشة حول هذه الأزمات. يعني النقطة اللي حبيت أركز عليها أنه طبعا نحن ندين في جميع الحالات، يعني سواء تحدثنا عن الوضع المؤلم الذي شاهدناه طبعا في مضايا، أو تحدثنا عن المآسي والوضع المتأزم في تعز وغيرها في اليمن. في هناك سؤال عن المحادثات التي أجريناها مع السلطات القطرية. نعم، تشرفنا صباح هذا اليوم بلقاء سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة آل ثاني نائب الأمير، وأجرينا المحادثات أو أجريت المحادثات عن العديد من الملفات التي تخص حقوق الإنسان على الصعيدين، الصعيد الإقليمي والصعيد المحلي. كما أجرينا المحادثات أمس مع معالي وزير مجلس معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني، و استمعنا إلى محاضرة من معالي الدكتور علي المري وكذا، وبالإضافة إلى اجتماع أجريناه مع وزير الخارجية الدكتور بن حمد العطية. لمسنا من خلال المحادثات أن في هناك تقدم محرز من قبل السلطات القطرية تجاه ملف حقوق الإنسان في هذا البلد الشقيق. لمسنا هذا أو يعني طبعا أقمنا بزيارة المدينة العمالية، ووجدنا أنه في هناك إنجاز واضح، يعني إنجاز يعني ملموس تجاه ملف العمالة الأجنبية من خلال تطوير التشريعات، وعلى رأسها استبدال نظام الكفالة بتشريع وقانون جديد، ومن خلال بناء المدينة العمالية وغيرها. هذا لا يعني بطبيعة الحال أن لا يوجد هناك أو لا توجد هناك أي انتهاكات. طبعا في جميع الحالات وفي جميع الدول سنجد انتهاكات، وبغض النظر عن الخطوات اللي اتخذت من قبل أي حكومة. نحن على قناعة بأن في هناك إرادة حقيقية للسيطرة ولمواجهة هذه المسائل، أي يعني الحالات التي نجد فيها استغلال للعمالة الأجنبية، وبالتالي نحن نرحب بهذه الخطوات التي سمعنا عنها، وسنعمل مع السلطات القطرية بدفع طبعا هذا الملف إلى الأمام في المستقبل. كان في هناك سؤال عن المختطفين في العراق. نعم، أجريت اتصالات ما بين الأمم المتحدة
والحكومة العراقية حول هذه المسألة، وسنعمل على استمرار التواصل مع السلطات العراقية حول هذه القضية. طبعا بطبيعة الحال عندما نرى حالة اختطاف طبعا نعبر عن أسفنا الشديد، طبعا هذا انتهاك واضح لحقوق الإنسان. كان في هناك سؤال أيضا عن إعادة الهيكلة للمكتب. طبعا نحن وضعنا خطط أمام الجمعية العامة، وما زلنا نتحدث مع دول الأعضاء حول هذه الخطط، وإن شاء الله يعني سيوافقون الدول الأعضاء على البرنامج الإصلاحي بالنسبة للمفوضية. في سؤال عن تطبيق الاتفاقيات. طبعا في جميع الحالات نحث الدول أن يقومون بالتصديق على الاتفاقيات التي تتعلق بحقوق الإنسان والعهدين، وطبعا لا يجوز فرض يعني الرأي على الدول، لكننا من خلال التواصل نأمل أن تقوم الحكومات يعني المعنية بهذا الإجراء. لا أدري إذا في هناك تساؤلات. نفتح باب الأسئلة مجددا بس الأولويات. طبعا أود أن ألفت انتباه الجميع، عندما نتحدث عن البرامج الإنسانية في إطار عمل هيئة الأمم، نتحدث عن عمل يعني أكثريته يعني له علاقة بدول الجنوب. عندما نتحدث عن الأمن والسلم الدوليين، نتحدث عن أزمات تقع في دول الجنوب باستثناء يعني الأزمة الأوكرانية على سبيل المثال. عندما نتحدث عن العمل الإنمائي، نتحدث عن العمل في طبعا الدول النامية يعني بشكل عام. لكن عندما نتحدث عن حقوق الإنسان، نتحدث عن 193 دولة. 193 دولة. طبعا من واجبنا أن يعني نركز على الصراعات الدولية والصراعات الأهلية. طبعا بطبيعة معاناة الضحايا، يعني بحكم معاناة الضحايا، لكن في واجب علينا أن نتطلع ونراقب ونتواصل مع جميع الدول. على سبيل المثال، نحن في هناك حوار عميق مع الدول الغربية، الدول الأوروبية، الولايات المتحدة، حول ما يجري فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين. فطبعا يعني بسبب عدد الأزمات التي نواجهها، يصعب علينا أن نعلق يوميا على كل ما يحدث في يعني كل بلد عربي. ففي بعض الأحيان يعني في هناك يعني المحللين طبعا يضع اللوم، إنه لماذا يا مفوض، لماذا لم يعني يتم التعليق حول ما يجري في هذه المنطقة أو هذاك. وطبعا نحن هذا لا يعني إنه نسينا أو في هناك تجنبا لمعاناة الضحايا،
بل يعني من كثرة الأزمات يعني يصعب علينا مثل ما حكينا أن نغطي جميع الملفات. لكن إذا في هناك مجزرة، في هناك حالة مثل ما يعني شاهدنا في سوريا مؤخرا، تجويع سكان مدينة أو قرية معينة، طبعا نحن هذا واجبنا أن ندين وبشدة يعني هذا الحدث. وهذه جريمة طبعا يعني جسيمة جدا. يعني والله إذا أكون صريح معكم بجوز إنه يعني في مؤتمر صحفي يعني، بس هاي من أصعب مهام في طبعا في عمل الأممي، يعني في فيما يخص منظمة الأمم المتحدة، يعني مراقبة حقوق الإنسان والتزامات الدول وانتهاكات الدول وغيرها، التنظيمات الإرهابية طبعا يعني من أصعب المهام. إذا في هناك تقصير من قبل المفوضية طبعا نحن نقبل بذلك ونعترف بذلك، وطبعا لكن يعني في هناك اهتمام واضح بالنسبة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان أيا كان. طبعا أشكركم مرة أخرى على تساؤلاتكم. في ما يخص الحق بحرية التعبير، بطبيعة الحال نحن ندعم هذا ونؤيد ونعزز يعني هذا الحق. وفيما يتعلق ببعض الاعتقالات التي نراها ونجدها في العالم العربي، دائما في هناك اتصال مباشر مع الحكومة المعنية حول هذه النقطة، ونأمل أن يتم إطلاق صراحة المعنيين. بالنسبة السؤال الثاني، والله بس لو تذكروني شو السؤال الثاني؟ عن يتكلم عن الممرات الآمنة. الممرات الآمنة يعني مثلا يعني إيصال المساعدات، عندما يعني الهيئات الإنسانية طبعا هي في مقدمة فتح الممرات إلى بعض المدن. نحن يعني مثلا فيما يتعلق بالحالة المأساوية في مدينة مضايا، نحن قمنا بجمع المعلومات حول الوضع داخل المدينة وأرسلنا هذه المعلومات إلى الجهات المختصة، وهي الجهات الإنسانية طبعا في الأمم المتحدة. في سؤال عن اللاجئين. The question on refugees. I tried to make plain in the speech that yes, we could do more in the Arab world to open the door to taking in more refugees. Clearly, in the European context, we have a number of countries that have been very generous, other countries not so. I'm afraid to say that in the Arab world, we too see a number of countries bearing a big responsibility, and we hope that others will also do so. In terms of a study, and you mentioned my visit to the Labour City, I felt, or we felt, as I just said, that there is a real will to confront the issue of violations. I said in most countries we see there will always be violations. The main thing is that there is a wish to end them, and this is what I felt in my meetings with the officials in Qatar.
In terms of the reforms, I haven't heard that people have thought they were a sham. I thought they were quite good. No, the reform is to try and decentralize out of Geneva, to move about $9 million worth of resources to the field to help those who need the help. So I don't know why the NGOs should refer to it, unless it's a different form of reform, which I'm not sure what it's about. Oh, the kafala reforms. I thought you meant the reforms in the UN. No, I think it is very clear that in the last few months that there has been a great deal that has been happening. I can speak about this in Arabic as well. The special rapporteur on the rights of migrants visited Qatar 2 years ago. And we have studied the proposals that were put forward by the special rapporteur, François Crépeau, and in discussions with the Qatari authorities, the authorities of the state, as well as the National Commission, we have noticed that many of the recommendations have been taken up.